بلش موسم الجمارك ونزل رياض قبيسي ليقطف. لحظة لحظة لحظة، ما تكون قابض حالك مخرج يعني. جماعة منو بيحكوا بلغة شوي سوفيستيكيف. نزلنا لنواجه زعران حزب الله. زيت أمارد وكذا. ما حدا فاهم على التاني لحتى ما عملنا مشكلة. صح، ديك كنت تاخذ على العربي بالمدرسة. كنت كثير فاشل بالعربي. بعدني لهلا يعني تدري. شيخ، كم مليون صرت عامل من أول ما عملت نايم؟ كم جناس بتعمل بالتنكة؟ أنت كتائب ولا قوات؟ فهمتوا شيء؟ ولا أنا. النائب نديم الجميل ضيف عادل كرم بهيدا حكي. بيك عم بيحترق سلافه، مش حتى أنت تفك الكلاشن وتركبه بدقيقة ونص. التلاتة تسعة ونص المساء على الام تي في. البنات مين أكتر بتحب، أنت ولا سامي؟ إذا مصرين حدا من بيت جميل عندهم خيارات واسعة نسوان.